خير رمضان من لوس أنجلوس يحقق ويحاور في حلقات خاصة عن العلم والمجتمع. جامعة كالتك تستضيف علماء نوبل على شرف الدكتور أحمد زوي لمرور 40 عاما على عطائه العلمي. لقاءات خاصة مع عالم مصر العالمي الدكتور زوي والدكتور ديفيد بالتيمور الحائز على نوبل في الطب. كيف يحمي العلم والمجتمع ويقوده؟ خير رمضان حلقات خاصة قريبا على CBC.